احنا يمكن طبعا يعني سعداء جدا وانا بجد مستمتعه جدا بالحديث مع حضرتك، ولكن يعني في النهايه في وقت بيحكمنا. انا تفضل. والله انا لو عليا اساعد مع حضرتك اكتر من انا كده سعيد كتير. جدا بمعاك والله. انا من معجبين حضرتك في الملعب، يعني ده يكرم حقيقي يعني. ربنا يكرم. طيب، اخر حاجه هنتكلم فيها مع حضرتك، احنا معانا يعني فقره اسمها الكروت. في 3 كروت هنطرحهم على ضيفنا، وطبعا هنطرحهم على حضرتك. كارت احمر واخضر واصفر. الكارت الاحمر ده كارت كابتن ياسر ريان، هيكلم الكاميرا كده ويقول لهم انا الكارت الاحمر ده ارفض هذه الظاهره في الرياضه المصريه، وكذلك الاخضر انا ارحب بهذه الظاهره في الرياضه المصريه، في هذه الظاهره في الرياضه المصريه. والكارت الاصفر انه في ظاهره حضرتك شايفها يمكن لسه بتنمو وتتمنى ان هي تعم على الرياضه. بص يا نوران، احنا نمسك الكارت الاحمر الاول. الكارت الاحمر ده انا بأتمنى الظاهره دي ما تبقاش موجوده. الناس اللي هي بتطلع تنتقد اللعيبه بشكل مش كويس، ما بحبش انا الظاهره دي. بتمنى اللي الانتقاد يظهر على السوشيال ميديا، اي سوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائيه، هم زمايل لنا وزمايل افاضل. بس اتمنى اللي هي الموضوع، انت عارف اللاعب الكوره اللي انت منتقده ده ليه اسره وليه اهل وليه محبين وليه وليه وليه. انت ممكن الحاجه الوحيده اللي انت او من خلال السوشيال ميديا برضو اللي احنا بنشايفينها في المواقع اللي بشوفها، والناس لما حد بيطلع يتكلم يقول بينتمي للمؤسسه وبينتمي النادي، تلاقي الناس بيطلعوا يهاجموه. انا اتمنى الظاهره دي ما تبقاش موجوده. اتمنى يعني نبقى الشكل يظهر احسن من كده، فاتمنى ان دي تبقى مش موجوده يعني. والانتقاد في نفس الوقت، لو انا بطلع انا شايف لعيب ليا او زميل ليا في الملعب بيلعب وانا بطلع من خلال البرامج انصحه بيني وبينه، لكن اللي انا انتقده بشكل مش كويس دي بتزعلني جدا جدا جدا، عشان احنا كنا في يوم من الايام لعيب الكوره، وما نحبش اما نتكلم على زمايلنا نتكلم عليهم بشكل ايه يجرحهم يعني. الكارت الاصفر، الكارت الاصفر حاجه شايفها لسه صغيره كده وعاجباك حلوه وعايزها تكون اكتر في الرياضه المصريه. لا، الكارت الاصفر انا شايف ان كل مدى الدوري الممتاز بيزيد بريق يعني. فبنتمنى الانديه، رابطه الانديه دي خطوه كويسه جدا. وجود الاتحاد الكوره مع انديه رابطه الانديه دي، اعتقد ان في تناسق وفي ترابط وفي حاجات كويسه جدا، ودي بتعم على الكره المصريه وبيحصل فيه ترابط كويس جدا. اتمنى اللي يزيد، واتمنى اللي الدنيا تبقى احسن من كده كمان، ايا كان بقى الضوابط بتاعتها الشكل بتاعها، بس اتمنى اللي هي تزيد يعني. الحاجه الثالثه الاخضر بقى اللي احنا نتمنى، اللي احنا كلنا احنا بنلعب باسم مصر، فالكارت الاخضر ده اتمنى ان شاء الله في اي مباراه اللي مصر تلعبها نتمنى ان شاء الله باذن الله والكارت ده يزيد بقى. الانتماء الاهلي والزمالك والتعصب ما يبقاش موجود، ونشجع بلد واحده اللي هي بلدنا مصر.